بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفه بيقول ايه؟ بيقول عين الهيت ترانسفير بروسيس، كل العمليات المصحوبه خلال مين؟ الجانكشن. فين الجانكشن؟ اهي. فانا اقوم جاي راسمها اهو، خليني ارسمها تحت شويه اهو، اهي، وبعدين متصله اتنين اهو كده اهو. انا رسمت اللي هم زيها بالظبط اهي. طيب فين انت بتدرس مين؟ انا بدرس دي، او انا موضح له اهو السيستم بتاعي اللي انا شغال بيه اهو. هذه استاذ خذيناها تجربه، احنا ندرس الدائره اللي في النص اللي نحط عليها ثيرمال كوندكتيفيتي بيست. تعمل ايه؟ احنا ندرس الدائره اللي في النص بس، صح؟ هاي يعني اللي على الاجنحه هذه ما لها علاقه. لا لها علاقة ازاي؟ هقول لك انا. الراجل ده اللي هو السيرمو قبل بيت ده درجة حرارته اسمها تي اس، والهواء اللي جاي عليه اهو، انا بوضح لسه، ما وضحتش لسه العمليات. درجة حرارته اسمها تي ما لا نهاية، اللي هو الهوت جازس. فين العمليات بقى اللي بتتم؟ تعالى نعد. يلا نخلي مثلا اللي داخل، بنفسجي بيتنقل بواسطة مين؟ الكونفكشن اهو، داخل له كده لان ده جاز، فهيقابل السطح الصلب، وكتبت اهو كيو دوت كونفكشن. طب الهيت بتاعته ديت راحت فين؟ ما هو اللي داخل هيساوي اللي خارج، ات الاستيدي، ات الاستيدي ستيت، اللي داخل يساوي اللي خارج. انا رسمت كفايه واحد اهو، ف ممكن يخرج منه عن طريقين. ايه هما الطريقين؟ في كونفكشن يخرج منين؟ من السراوندنج اللي انا رسمه او من السيستم، في كيو دوت راديشن، وينقل كده وينقل كده، ينقل كيو دوت كوندكشن، كيو دوت كوندكشن. يبقى هو بياخد الهيت اللي جايه له، في جزء يطلع راديشن غصب عنه، والباقي يتوصل للطرفين دول، او انا اعمل شخبط عليهم دول بالكوندكشن. كده انا وضحت الهيت ترانسفير بروسيس، العمليات اللي بتتم، داخل له كونفكشن وطلع له كوندكشن وراديشن. طب بيسأل تاني، ويل هل الجانكشن سينس دي الحساسيه بتاعتها انها تعين التمبريتشر بتاعه الهوت جاسز بتكون اقل ولا اعلى ولا ازيد من درجه حراره الايه؟ الغاز. يا ترى التمبريتشر اللي هو هيعينها دي تي اس دي هتكون اكبر من التي ما لا نهايه ولا تساويها ولا اقل؟ ها اعرف منين يا استاذ؟ اشوف اللي داخل، له هو، هل كله كل الكونفكشن طلعت كوندكشن عشان الجهاز يقرا اللي هنا؟ لا، في جزء او راديشن مفقود، فاذا هتكون التي اس اقل من التي ما لا نهايه. هتوضح الحكايه دي ازاي؟ بقول له اهو، انا الحل الاولاني ديت واحد اهو، انا عملت الايه؟ البروسيسز ان فيج واحد اهو، ده فيج واحد. طيب اتنين، بقول له ان اد الاستيدي ستيت، انا عارف ان الاي دوت ان تساوي الاي دوت اوت. مين اللي داخل؟ اللي داخل انت قلت لي كيو دوت كونفكشن، اللي طالع في كيو دوت راديشن زائد كيو دوت كوندكشن. والله لو كان كل الكونفكشن يساوي كوندكشن كانت تلاقي التي اس نفس التي ما لا نهايه، اللي داخل يساوي اللي هو لكن انا عندي في لوسز ديو تو الكيو دوت راديشن، بين قوسين لوسز، اذا التي اس راح تكون اقل من التي ما لا نهايه. عموما هيعين نفس درجه الحراره بتاع الايه؟ الجاسس، لازم هتكون اقل لان السنس بتاعه مش عالي. امال نعليه ازاي؟ هيسال عينه. طيب الراديشن شيلد، لو احنا جينا وضعنا راديشن شيلد كده
حطيناه جوه تجويف تاني اهو الراديشن شيلد. هو عباره عن ايه؟ قال لي سمول اوبن اند تيوب، جبت انبوبه مفتوحه الطرفين عشان الستيم يخش من هنا ويطلع من هنا برضه. ذات انكلوزز هيغلف بالثيرمو قبل جانكشن. طب الثيرمو الشيلد راديشن ده او الراديشن شيلد ده هيحسن؟ ايوه هيحسن. ليه؟ بيقول لي بيسال اهو يت اولسو يت الاوز بيسمح بمرور الجازز خلال التيوب. طب هاو داز يوز اوف ساتش؟ طب يا ترى لما تيجي تستخدم مثل هذا الايه الشيلد هيحسن لي الدقه بتاعت التمبريتشر؟ ايوه. ليه يحسن؟ لان هيقلل لي الكيو راديشن، هيقلل الكيو راديشن. ليه هيقلل الكيو راديشن؟ هنا اهو ده الثيرموكابل بيت ديت اهو، وده الراديشن بتاع الشيلد. فهو اول ما بيطلع الراديشن يرجع يرتد تاني بسرعه، غير لما يتحط داخل غلاف زجاجي فكان هينفذ، لكن لما رجع له تاني يبقى هيتحسن. صحيح ممكن دوت يمتص شويه منه بس يرجع تاني. يبقى اذا رقم ثلاثه ان الراديشن شيلد will improve هيحسن لي الاكيوسي of the temperature. تبقى القراية بتاعت التي اس قريبة من التي ما لا نهاية. بس كده، بس يبقى انا عينت العمليات وجاوبت على السؤال بتاعه. طيب تعال نشوف رقم اتنين، نطلعها فوق شوية. رقم اتنين برضك هيقول لي ارسم لي العمليات اللي بتتم. وريني كده اهو. بيقول لي ان هو عندي دبل جلاسز. دبل جلاسز دوت اللي هو عباره عن ايه؟ بيشرح اهو جلاسز فاير سكرين. ذي ايوه. السؤال الاول ترى كمل فيه حل هو دكتور. يكمل حل في ايه؟ انت كتبت الانرجي ان يساوي الانرجي اوت، بعدين هو كمل تفصيل في القانون كنسل الكوندكشن. لو اكتب له اكنسل الكوندكشن ازاي؟ ما هو طالع يعني منه فصل القانون. ها اي قال ان التمبريتشر في البايب نفترضها ثابته، بس ما ادري لو حلك كذا يكفي ولا لا. استنى بس انا فاهم، انت بتتكلم لما حط الشيلد ولا بدونه الاول؟ بدون شيلد. طيب بدون الشيلد يبقى احنا بنتكلم عن المعادله الاولانيه دي اهو. ايه هادي. فانت بتقول فصص في الكوندكشن، يعني كتب القانون بتاع الكوندكشن. ايوه قانون الكونفكشن وقانون الراديشن. قال لنا عندنا دي تي على دي اكس، هذه مشكله عندنا فلازم نكنسل تساوي صفر. يعني خلى الكيو كوندكشن تساوي صفر. ايه طيب فالكونفكشن راح تساوي راديشن ولا ايه؟ اخر شيء وصل له كيو راديشن يساوي ابسلون سيجما اي من قوسين تي سيرفيس ناقص تي سراوندينج. فقال ان التي اس اقل من التي سراوندنج اللي هي انا كاتب في الاخر، بس اطول يعني. طيب لان هو انت كنسلت هنا الكيو كوندكشن، ما هي هتتنقل منه للسطح ده وبعدين للجهاز عشان يعين التمبريتشر. ف ازاي انت عملت الكيو كوندكشن؟ ما الكيو ده السيستم بتاعه، ده السيستم بتاعي، داخل له كيو كونفكشن وبعدين طلع له حاجتين. فانت عملت دي لما تحطها بتساوي صفر، يبقى انت ما خليش السيستم ده، انت خدت كل ده السيستم هنا، خدت كل ده السيستم، كل ده فين بقيته؟ فهو كان بيتكلم ان هو تعالى
السيرفيس الجنكشن سيرفيس سطح التوصيل اللي هو ده بس اللي هي دي، فدي تؤدي اللي انا بقول عليه يعني يكفي، ما 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 مش محتاج، لان انا موضحنا نوت ان نتيجه ان في فقد جاي من الراديشن يبقى عمر ما تكون الكونفكشن هتساوي الكوندكشن اللي هيقرا الجهاز، فعشان كده عمر ما تكون التي اس راح تساوي التي ما لا نهائي. تمام، انت بعت اهوت اشوف. طب الباقي فين؟ بقيت الصفحة بس كده لحد انا اوقف. صورتها، صبر ناوي اكتب بسرعة. طب ما هو عامل السيستم هو زي ما انا عامل هو صح، اللي هي السفير ديت. طيب شوف هذا صبر كامل. هاي عامل السيستم هو كويس، وقال ان في كيو كونفكشن جياله وكوندكشن مظبوط اهو، وفي راديشن. طيب لو هو انت اهملنا الكيو كوندكشن وحطيناه بصفر زي ما هو عامل، يبقى انت بتقول اللي داخل اللي هو الكونفكشن اتحول كله للراديشن، اتحول كله للراديشن وما كملش. هنا كاتب هنا تي جاز ناقص تي اس، لا انت عايز تكتب اوكي يعني، لو خلينا نكتب الحل بتاعه مش مشكله، بس انا كاتب ان اهوت لو حلك صح انت خلاص كمل. انا كاتب ان السبب ايه اللي خلى ان التي اس عمرها ما هتساوي التي ما لا نهايه، ان الفقد ده بدليل ان هو حل المشكله. بص كده في الجزء الثاني بقيه السؤال، في بقيه السؤال قال لي انا هستخدم راديشن شيلد عشان اعالج الفقد اللي بيحدث. ما انت لو عالجت الفقد اللي هو جاي من راديشن، فاصبح كل اللي داخل كونفكشن اتحول لكوندكشن فيقرب زيه بالظبط، عشان كده حصل امبروف. انما انت خليت لي الكوندكشن يساوي صفر، طب لما تخلي الكوندكشن يساوي صفر فين القرايه بتاعت الجهاز؟ هيعينها ازاي؟ طيب نكمل. طيب هنا عندي اتذكر بس مداخله بسيطه، ما ايوه ادري انا قول يا ماني محمد. مستوعب كامل الحاله، لان التجربه هذه اخذناها في ثيرمو فلويد لاب، كنا نحسب الكوندكتيف هيت ترانسفير بس اللي هو الاتش فقط، كنا نحسب القانون الفوريير بس والكي، يعني ما كنا نحسب كونفكشن ولا حسبنا راديشن فيها ابدا. هاي التجارب الجايه هذه اول واحده. ما احنا اهملنا الكيو راديشن عشان يبقى تقريبا قرايه الجهاز هي نفس قرايه الجاز او الستيم. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعدها كده. يقول لي انا عندي دبل جلاسز فاير سكرين، ده الزجاج اللي موجود قدام الدفايه، ماله بقى دوات؟ قال لي از انزرتد بتوين اود burning fireplace and the interior of room، يعني موجود حاجز ما بين هنا الحجرة وهذا الدفاية. الزجاج ده بيتكون من لوحين رأسيين glasses plate vertical that are separated by space، في ما بينهم فاصل اهو. حيث ايه اللي بيحدث بقى؟ الهواء اللي هنا بيسخن، طب عايزينه يدخل ما بين الزجاجين، فهو بيسألني اهو يقول لي باي سبيس هو ويتش روم اير ماي فلو، ممكن يمر فين؟ قال لي السبيس از اوبن ات ذا توب اند البوتوم، يعني هنا في فتحه وهنا في فتحه، فالهواء يخش من هنا كده
اللي هو الساخن يخش يمر من هنا كده فيخلي الزجاج ده يتسخن وينقل الهيت بتاعته. ما انت مش عايز يدخل دخان داخل الغرف بس يمر الدخان ده ساخن يخش يمر هنا كده ويطلع تاني وهكذا. فهو بيقول لي عيل لي كل الايه الهيت ترانسفير بروسيس المصحوبه خلال الفاير سكرين دي. او ما انا جاي راسم اهو اللوحين دول اكبرهم شويه كده وده التاني اهو. السيستم بتاع اللي انا بتكلم عليه اللي هو ما بينهم السيستم بتاعي اللي هو اوضح العمليات اللي هو اللوحين دول اهو كده اللوح الاولاني اهو وده التاني اهو. هنا في ايه درجة حرارة بتاعته تي ما لا نهاية 2 وهنا في ايه تي ما لا نهاية 1. ما الهواء اللي هنا هيبقى درجة حرارته برضه مش زي اللي جوه اللي هنا. ليه؟ لأن اللي هنا هيبقى درجة حرارته أعلى لأنه قريب من النار، ما يبعد شوية وداخل جوه المجرى أو القناة اللي هي دهية هتقل شوية. طيب ده أسميه تي اس 1 وده أسميه تي اس 2. ده أسميه تي اس 3 اللي هو اللوح ده الجدار بتاعه وده أسميه تي اس 4. يبقى هنا في جلاس وهنا في جلاس تاني اتنين وده واحد ماشي. طيب تعالى بقى نعدد العمليات من الداخل يروح للسطح ده كده كيو دوت كونفكشن وبعدين يتنقل كده بالكيو دوت كوندكشن. طيب الراجل ده هينقل الهواء اللي برضك ده بان درجه حرارته هتكون اعلى هينقل كده كيو دوت كونفكشن واسميه عشان ما تلخبطش دي انا سميتها واحد ودي اسميها واحد يبقى ده هنا في اتنين. وايضا في كيو دوت راديشن واحد اسميها اتنين لانه هو ايضا هيفقد كده كيو دوت راديشن واحد. طيب الهواء سخن يوم ينقل للجلاسز اتنين كيو دوت كونفكشن تلاته يتنقل هنا خلال الجلاسز كيو دوت كوندكشن عند كوندكشن واحد يبقى في هنا اتنين. طيب خلينا نخلي اللي هم بالكونفكشن لون معين اهو هنا في كونفكشن اتنين وهنا في كونفكشن تلاته. طيب ونخلي الراديشن بلون اخر هنا اهو ده هنا كيو دوت راديشن واحد وهنا في كيو دوت راديشن تلاته. السطح ده يفقد برضه كيو دوت راديشن انت قلت هنا اتنين بقى هنا تلاته ويفقد هنا ايضا كيو دوت راديشن اربعه. ونرجع للكونفكشن اهو كيو دوت كونفكشن تلاته يبقى هنا اربعه وفي هنا هي مش المفروض الكيو دوت كونفكشن اثنين هي نفسها الكيو دوت كونفكشن ثلاثه؟ لا اقول لك ليه اقول انا رسمت دوت اللي هنا الاول ده الهواء بتاع الغرف او تي ما لا نهايه 3. تعال نشوف بقى سؤال انت بتقول لي الكيو كونفكشن 2 تساوي الكيو كونفكشن 3. لا مش متساويه. ليه؟ لان الهواء ده الكيو دوت كونفكشن اقرب من الهيت سورس في راديشن اهي الاثنين دول. لو قلت الهواء ده الهواء دوت سيستم تاني فهو جاي له كونفكشن 2 وراديشن 2 حلو يوم هو يدي للجلاسز كونفكشن 3 الكونفكشن 3 فالكونفكشن 3 اقل من الكونفكشن 2. ليه اقل؟ لان في راديشن ضايعه و
في يعني المجموع الاثنين دول اللي هو convection 2 وradiation 2 داخلين للجلاسس. مش كل radiation هيروحوا للجلاسس، مش كلهم، في جزء صغير في جميع الاتجاهات. ما احنا قلنا على حسب هو شايفه ازاي، حاجه اسمها الفيو فاكتور. هل هو لو انا قلت لك مثلا بص الشكل ده كده والشكل ده كده، لو الراجل ده بيطلع راديشن، كل راديشن هتروح للسطح ده، طب ده هخليه يطلع راديشن هتلاقيه يطلع كده صح. فحاجه اسمها فيو فاكتور هنشوفها قدام خالص لما نيجي ندرس الراديشن ده، ان مش كل راديشن دي رايحه للبليتس، لا هو مش عارف هو شايفه ازاي، ففي جزء يرجع تاني كده للخلف. فاحنا قلنا طلعنا منه راديشن، ما ممكن الجلاسز دوت ياخده كله او جزء منه. يبقى اذا الطاقه اللي طالعه من الهواء ده مش كلها رايحه للجلاسز، رايحه للجلاسز من خلال مين؟ الكونفكشن 3، فتبقى اقل شويه في تسريب. عشان كده مش هتلاقي كل الهيت اللي طالعه من الحريقه ديت رايحه للغرف، لا في جزء تسريب منها ضايع، فكل شويه عمال يتنقل جزء يحصل له تسريب واسطه الراديشن يضيع لحد ما وصلنا للجلاسز 2 لان في كوندكشن 2 وبعدين يطلع راديشن 4 وكونفكشن 4. كويس، ما انساش اقول له ادام في راديشن نعمل خط كده ونقول له ان هنا في تي سراوندنج كده اهو، هنا كده، واكتب هنا تي سراوندنج. كويس، يبقى كده وضحنا العمليات اللي بتتم عشان برضك تعرف ان في سوليد هنا اهو كده، وده كده اللي هو الجلاسس بتاع. خش على اللي بعدها، انزل على اللي بعدها. استاذ انا عندي سؤال بس، كيف افرق بين الكوندكشن والكونفكشن؟ الكوندكشن يكون في تلامس، كونفكشن بدون ميديوم صح؟ الكوندكشن بيبقى خلال الماده الصلب، خلال ميديوم، لازم يكون في ميديوم عندي وسط ناقل. ما هو الوسط ده ممكن يكون هواء، ما هو الوسط ده عندي ثلاث انواع، يا اما غاز يا سائل يا صلب. لو غاز وسائل يبقى هنا فيه اسمه كونفكشن، بيتم خلاله بواسطه الكونفكشن. انما لو ماده صلبه هيتنقل خلالها هذا راديشن الكوندكشن، لا الراديشن كوندكشن. الراديشن بيطلع من المادة الصلبة بس أو يجيلها، يا يطلع يا يجيلها. مين المادة الصلبة؟ لو أنا بصيت للجلاسز الواحد ده وريني كده أهو الجلاسز دوت أهو، يعني أي عملية حرارية لازم يكون فيها راديشن. أيوه، بس ساعات كتير هي يقول لي اهمله في الأول خالص طول ما احنا ماشيين كده اهمل الراديشن، إلا ممكن في مسألة يقول لي لا احسبه معاه، وبعدين اخر شطه خالص هندرس الراديشن ده بالتفصيل. فالراديشن ده ماده صلبه اللي هي الصفقه دي، طلع منها هو راديشن اللي هو كيو دوت راديشن اهي، طلع منه من الجنبين السطح ده والسطح ده. طب هنا في هواء درجه حرارته اعلى من السطح، امتنى ادام اعلى منه يوم يتنقل منه للسطح بالكونفكشن. انت انا كتبت اهو كيو دوت، خلينا اغير اللون تاني عشان تشوفوا انا بكتب فين. كيو دوت كونفكشن اتنقل منه للسطح، وبعدين السطح درجه حرارته اللي هي تي اس 2 اعلى من التي ما لا نهايه 2 يوم يتنقل بالكونفكشن او كيو دوت كونفكشن 2. طب ما في راديشن، ايوه بيطلع منه راديشن لان ده سطح صلب. يوم انا كتبت كيو دوت راديشن 2 من السطح ده والسطح ده برضك اهو راديشن. بعد كده اجي الاقي الهواء ده فلويد، يوم يتنقل منه كيو دوت كونفكشن للسطح بتاع الجلاسز 2 بس. السطح بقى تي اس 3 يتنقل منه براديشن للهواء او للسراوندنج الجهه الثانيه، وبعدين خلاله كتبته خلال الماده في كوندكشن،
وصل للسطح اللي درجة حرارته تي اس 4 يوم اتنين منه بالكونفكشن وبغاديش. كونفكشن ليه؟ لان في هنا تي ما لا نهايه 3 في هنا هواء للغرفه، وفي سراوندنج الجهه الثانيه يوم يطلع لي غاديش. يبقى السطح صل تفكر في كونفكشن وغاديش. طب خلال الماده الصلبه كوندكشن بس، كويس. الاثنين اللي بعدها، ها اللي بعدها اهو، يقول انا عندي انابيب بتاع السولار كوليكتور، ده مجمع شمسي. المجمع الشمسي ده هو جايب حته منه بس، شكله عامل ازاي؟ بيبقى فيه لوح زجاجي كده مايل، خلينا ارسمه مايل كده، لا مش باين كده، بسم الله. ده الأشعة بتاع الشمس بتسقط كده، فيقوم جايب أنابيب رايحة جاية كده. الأنابيب ديت المقطع بتاعها أهو هو ده، المقطع ده هو ده، المقطع ده هو ده. الأنابيب دي فيها إيه؟ هيشرح لي بقى أهو. الأنابيب ديت اللي هي إيفاكويتد تيوب سولار كولكتور متفرغة، يعني الجنب ده أهو ما فيهوش هواء. ما فيهوش هواء ليه؟ عشان الرسمه ايه؟ متفرغه اهيت، وفي سطح داخلي، وهنا الليكويد السائل اللي هينقل الهيت. طيب هيفقد هيفرغها ليه؟ عشان يقلل الهيت اللي بتفقد بواسطه الكونفكشن. ما هو الليكويد ده لما يسخن مش عايزينه يفقد الهيت تاني مرة للهواء اللي حواليه، اللي هنا ما هنا فيه هواء، هنا فيه هواء، هنا فيه هواء، الحتة دي فيها هواء حواليه، فاحنا مش عايزينه يفقد بواسطة الكونفكشن. فهم نعمل ايه؟ يقوم يلفه بأنبوبة تانية ايه حواليه، وهنا ما فيش اي هواء عشان ما يفقدش بواسطة الكونفكشن، يفقد بواسطة الراديشن بس. يبقى انت قللت من كمية اللوسز، ادام قللت يبقى انت احتفظت بالهيت. فهو بيقول لي كابيبل اوف امبروفد، عايزين نحسن الكفاءه بتاعته ريليتيف تو الفليت بليت كروس سكشن. فهو هيعمل ايه عشان يحسن الاداء بتاعه؟ عم جاي يصممه الانر تيوب اللي هي بتغلف انكلوزد محاطه باوتر تيوب ذات ترانسبيرنت سولار راديشن، اللي هي الانبوبه اللي بالداخل اللي تحتفظ بالطاقه الشمسيه مغلفه من الخارج. فبيقول لي الانولر سبيس الفراغ اللي هو محيط بالتيوب ديت ما بينهم متفرغ. طيب الاوتر السطح الخارجي كمان معتم عشان يمتص كل الهيت ما يعكسش اي شيء. الاوتر اوباكيو سيرفيس اوف ذا انر تيوب، السطح اللي جوه ده بتاع الانبوبه دي كمان معتم عشان ايه؟ الراديشن اللي هيطلع بره يحاول يرجعه تاني. ما اي جسم معتم اسود يعني يطلع اشعاع ويرجعه تاني، يمتصه تاني من اللي حواليه. فبيقول لي الاوتر اوباكيو سيرفيس اوف ذا انر تيوب يمتص السولار راديشن الاشعاع الشمسي اند وركينج، الماده او الفلويد اللي هو شغال بيمر خلال التيوب عشان يجمع للسولار انرجي. الكوليكتور ده تم تصميمه ازاي؟ بيتكون من صفوف من الانابيب متخصصه ان فرونت of the reflecting panel. فبيقول لي عيل لي كل الهيت ترانسفير عشان تحسن كل الاداء بتاعه. طيب او ما انا جاي واخد السيستم بتاعي اعمل انبوبه كبيره شويه كده اهو ديت، وفي انبوبه تانية حواليها اهي، فين السيستم بتاعي اللي هو السائل نميزه اهو. انا عارف ان هنا الهيت او الراديشن دي اللي جايه من الشمس، حلو. فهنا في كيو دوت راديشن كوما صن جايه من الشمس. طيب
اللي يحدث هنا مفيش فراغ خالص، هنا في evacuated اللي هي المنطقة دي فاضية، فاضية خالص، فمش هيتنقل من خلالها بواسطة الconvection ولا حتى الconduction. هو ممكن يتنقل خلال الهواء conduction، لو كان سمكه أقل من 1 سنتي، هنشوفه قدام شوية، مش هنجيب سيرتها هنا دلوقتي. طيب فالجسم ده يسخن يقوم يطلع تاني غاديشن، يبقى ما فيش الا غاديشن بس. ايوه تقوم داخله للوسط بواسطه الغاديشن بس، يقوم يتنقل جواه بواسطه الكونفكشن. كونفكشن منين؟ من هنا لهنا. خلينا اعمله بضك زجزاج كده اهو، يبقى يتنقل للسائل هنا درجه حرارته تي ما لا نهايه، والسطح ده اهو سميه تي اس 1، السطح ده نسميه تي اس 2. يبقى تي اس 1 ادى للتي اس 2 بالراديشن كيو دوت راديشن، وبعدين التي اس 2 ادى للفلويد اللي هو تي ما لا نهايه درجه حرارته اداله كيو دوت كونفكشن. طيب السطح ده اللي هو التي اس 1 يطلع برضك راديشن، اسميه اهو كيو دوت راديشن، سميها راديشن 2، يبقى ساقط هنا 1 وطلع له راديشن 2 بس، مفيش حاجة تانية، مفيش، لأن هنا بقى هنا هواء أسميه تي ما لا نهاية 1 وأسمي ده مثلا 2. يبقى العملية بتتم، جاية من الصن اتنقل راديشن للسطح تي اس 1، التي اس 1 ده عايز تقول لي برضك يطلع هنا كيو دوت راديشن، هسمي ديت 1، وبعدين السطح الثاني يعني السطح اللي بره يطلع راديشن واللي جوه يطلع راديشن، ماشي، الراديشن 2 تخش للسيستم بتاعي بالكونفكشن. طيب السطح اللي هو تي اس 2 يفقد كيو راديشن سميها 3. يبقى كده كل العمليات اللي بتتم. ها كويس، نوقف كده النهارده. تمام تمام استاذ وليد، في هذه الحاله ما في كوندكشن، ما في كوندكشن لان ما ادانيش سيكنس للسطح اللي بره ده ولا السطح ده، فلما يبقى السيكنس ما فيش او ما ذكرش اسمه يبقى ما فيش كوندكشن. تمام تمام ماشي. طيب هنوقف كده النهارده. يعطيك العافية، أشوفكم على خير.